اتكلم النهارده على لعيبه دخلت فرقه النادي الاهلي في التنقلات الشتويه. نعم. اللعيبه اللي دخلت فرقه النادي الاهلي في التنقلات الشتويه لم تضيف للنادي الاهلي شيء. اه. انا بتكلم بصراحه. طبعا. طبعا النادي الاهلي السنه دي مر بظروف صعبه جدا من بدايه السنه، لعيبه جديده جت كتير والنادي الاهلي 10 لعيبه. طب هل من وجهه نظرك وانت كوتش كبير 10 لاعبين في يناير هذا عدد كبير على الفريق؟ طبعا. انت بتجيب احتياجاتك. ما معنى بتجيب 10 لعيبه يعني انت هتقعد 10 لعيبه؟ انت جايب واحد عشان يلعب، يعني مش جايبه ده انت مش بتبدا بيه سنه ولا فتره اعداد ولا اختبارات ولا اي حاجه، انت مدخله 15 يوم ويخش او بتخش على طول. فبالشكل ده لا، يعني انا شايف ال10 لعيبه كانت كتير.